الله الرحمن الرحيم. بخصوص جمعية جامعة إشاعة العلوم الإسلامية سنة 2014، حضر حذيفة إلى الكويت، زار الكويت وطلب منا أن احنا نروح، أعطانا دعوة أن احنا نروح الهند نزور الجمعية مع فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني. رحنا لبومبي، ومن بومبي حذيفة قال لنا الطريق طويل، راح أوديكم في هوليكوبتر. رحنا بالهوليكوبتر وصراحة شفنا مناظر الهند الجميلة، وبعدين نزلنا هناك وكان استقبال حافل من الحاج الوستاني والطلبة والطالبات، ورحنا شفنا كلية الهندسة، مبنى ضخم ومجهز بكل شيء. بعدين رحنا لكلية العلوم ورحنا عدة كليات اللي هناك، وصراحة كان المنظر جميل، تشوف هالطلبة اللي كلهم فوق بالآلاف من الطلبة اللي كان ممكن يكونون بالشوارع يطرون، حطاهم في هالمدارس وعلمهم وراح يكون لهم مستقبل باهر إن شاء الله. بعدين أخذنا الهليكوبتر رحنا منطقة أورنجاباد في كلية الجامعة الطبية، وشفنا الجامعة وشفنا الطلبة اللي يدرسون، والجامعة كانت مو منتهية كلها، يعني كانت طابقة وطابقين بس اللي خالصوا كانوا يبنون الطوابق الأخرى، ونفس الشيء المستشفى. رحنا المستشفى وكانت مكتظة من المرضى، حوالي 1000 مريض باليوم يساعدون، كله من غير أي دفع أي مصاريف، وهذا شيء جميل إنه يعملون الإنسانية، وهذا العمل أحسن عمل ممكن الإنسان يعمل الإنسانية، هي الطب، هي العلاج والتعليم. شكراً.